سلسلة من الحرائق اجتاحت أجزاء مختلفة من دول العالم، تركزت أكثرها في جنوب أوروبا. حرائق الغابات تشتد بوتيرة مدمرة فيما تجاوزت منطقة البلقان، إيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط، والسبب التغير المناخي، حيث أكد خبراء أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يقف وراء تضاعف موجة النيران. اليونان تشهد واحدا من أسوأ الحرائق، إذ تم إحصاء 400 حريق خلال 24 ساعة الماضية، مما أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، بينما دمرت الحرائق مساحات شاسعة من الغابات، ناهيك عن الأمر بإخلاء 4 قرى في شمال إيفيا. الاتحاد الأوروبي يواصل تفعيل آلية الحماية المدنية مع توجيه الدعم للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات غير المسبوقة في مقدونيا الشمالية وألبانيا وإيطاليا. الأمم المتحدة وفي مسودة كشفت أن منطقة المتوسط تعد مركز التغير المناخي، إذ ستشهد حرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة. حرائق الغابات بتركيا تستمر، حيث بدأت فرق الإغاثة هناك بإجلاء مئات السكان بحرا على وقع إنذارات الإخلاء بعد اجتياح أكثر من 180 حريقا منذ الأربعاء الماضي غابات وأراضي زراعية، إضافة إلى مناطق مأهولة على السواحل. في قرية القبيات الواقعة بلبنان شبت حرائق أدت إلى مقتل مراهق، فيما أجلت السلطات العشرات من السكان. ارتفاع قياسي أسرع في مستوى الحرائق عبر العالم، خصوصا في أنحاء المتوسط في العقود القادمة، هو ما اتفق عليه الملاحظون في المجال، أمر يهدد قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة.